بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن ابن ماجة للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب السادس، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الإمام. لا، بالإجماع لابد من قراءة قرآن حال القيام في الصلاة ما تيسر، بالإجماع لابد من أركان الصلاة بإجماع المسلمين في جميع المذاهب، حال القيام بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع لابد من قراءة ما تيسر من القرآن، ده بالإجماع. ثم بعد ذلك في تحديد ما تيسر، ذهب الشافعية أنها الفاتحة، وكذا المالكية على الراجح عندهم، والأحناف ذهبوا إلى أنها ليست على سبيل الإلزام ولكن على سبيل الوجوب وليس على سبيل الحتم. فإذا قرأ أي قرآن صحت صلاته عند الأحناف ولو بغير فاتح. أما الشافعية فعندهم لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، وبعض المذاهب قالوا في ركعة واحدة من الركعات تكفي الفاتحة وباقي الركعات أي قرآن، فيها تفاصيل. وأحوط المذاهب في المسألة الشافعية، لأنه صلاتك تكون صحيحة على كل المذاهب إذا قرأت الفاتحة في كل ركعة، فتكون صلاتك صحيحة على كل المذاهب. أما إن لم تقرأها وقرأت أي قرآن غيرها فصلاتك لا تكون صحيحة إلا على مذهب الأحناف، والخروج من الخلاف مستحب. وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، كذا ذهب الشافعية، فلا بد من أن يبسمل وأن يجهر بالبسملة إذا جهر بالفاتح، وأن يسر بالبسملة إذا أسر بالفاتح. وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المنفرد وعلى الإمام وعلى المأموم في كل ركعة. ثم نذهب بعد ذلك إلى القراءة خلف الإمام، هل يشرع القراءة خلف الإمام للمؤتم؟ الإمام بالإجماع يقرأ. طب والمأموم هل يقرأ والإمام يقرأ، ولا نكتفي بقراءة الإمام؟ ذهب الأحناف إلى أنه يكتفى بقراءة الإمام، فلا قراءة على المأموم أصلا، فإن قرأ خلاف الأول في السرية والجهرية سواء، عند الأحناف هكذا. يعني عند الأحناف تقول الله أكبر وتفضل واقف ساكت كده، تشغل نفسك في أي حاجة حتى في السرية لحد ما تركع، وهو مذهب يفيد حديث الإسلام اللي لسه مش حافظ حاجة في القرآن، تخليه يصلي على طول، قل له صلي على مذهب الأحناف، وقف ورا الإمام نويت أصلي ما يصلي الإمام، الله أكبر، يعني حتى ما تقولوش إيه الفرائض، يقول نويت أصلي ما يصلي الإمام، الله أكبر، ويفضل واقف كده يركع مع الإمام، يعمل كده لمدة أسبوعين ثلاثة في الخمس فرائض، بعد كده يبقى
عرف الفرائض ايه وسمع الفاتحه في الجهر احفظها بقى كويس. فهو مذهب مناسب لايه؟ لحديث الاسلام. اما المالكيه فذهبوا الى ان الامام قراءه الامام قراءه للماموم فيما جهر فيه الامام، فاذا جهر الامام فلا قراءه للماموم، وفي الركعات السريه الماموم يقرا والامام يقرا. هذا مذهب المالكيه. والشافعية ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الجهرية والسرية سواء بسواء. واضح؟ باب القراءة خلف الإمام. والكل أجمعوا أنه لا يقرأ السورة في الجهرية لأنه مطلوب منه الإنصات لقراءة الإمام بإجماع الفقهاء. فيبقى إذا انتهيت من قراءة الفاتحة وشرع الإمام في قراءة السورة فبالإجماع تنصت ولا تقرأ مع الإمام حتى ولو كنت حافظا. هذا خلاف الأولى، وهذا يؤدي إلى أن الإمام ينسى ويتلخبط. يعني لما حد يقرأ مع الإمام تبص يجي لخبطة للإمام على طول يتلخبط. وعشان كده كتير من الأئمة الحفاظ، يعني أنا ساعات مثلا أنسى آية نادر ما أنساها، إزاي أنساها؟ يطلع في الآخر واحد بيقرأ معايا. السبب هو اللي ورايا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يؤثر قراءة المأموم مع الإمام في السورة تؤثر على قراءة الإمام. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لقد خالجنيها واحد منكم. لما إيه؟ لما حدث أنه سقطت منه آية من رسول الله قال خالجنيها أحد منكم أو واحد منكم. فمنهي عن مخالجة الإمام في القراءة، يعني أنك أنت تتابعه بالقراءة. وبالإجماع إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أن هذا في الصلاة. هذا الأمر الإنصات في الآية أي في أثناء الصلاة بالإجماع. وبالتالي لا قراءة للمأموم بعد الفاتحة في الجهرية أثناء قراءة الإمام للسورة. أما في السرية فله أن يقرأ الفاتحة وسورة. باب القراءة خلف الإمام بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 86 بعد 800 يقول حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. أخذ به الشافعية بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وأحد المذاهب قالوا يكفي إحدى الركعات. ولا صلاة، المنفي هنا لا صلاة صحيحة على مذهب الشافعية ومن وافقهم. فالنفي هنا منصب على الصحة. وعند الأحناف لا صلاة كاملة، فنفي الكمال لا نفي الصحة. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وده السبب اللي إيه اللي خلى الأحناف خداج، يعني ناقص إن فهموا حديث لا صلاة يبقى نفي الكمال، لأنه هنا أثبت خداج أنها ناقص. وده دليل عند إيه الأحناف في أن المنفي هو الكمال وليس الصحة. الرواية خداج، وخداج بمعنى ناقصة.
واضح؟ فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. يبقى أثبت سيدنا أبي هريرة للإيه؟ للمأموم قراءة خلف الإمام في السرية، هذا مذهبه وهو يوافق مذهب الشافعية ومن وافقهم. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الفضيل حا وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله أي الفاتحة وسورة في فريضة أو غيرها، يعني في فريضة صلاة فرض أو صلاة نفل أو غيرها يعني صلاة نفل. وعن أبي قال حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج أي ناقصة. هل نقصان بطلان ولا نقصان كمال؟ عند الشافعية نقصان بطلان، وعند الأحناف نقصان كمال، واضح؟ وعنه به قال حدثنا الوليد بن عمرو بن ابن السكين قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي ابن يعقوب السلعي قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج، التكرار للتأكيد. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق ابن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سأله رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ؟ قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رجل من القوم وجب هذا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب يعني بغير سورة. باب في سكتتي الإمام. وعن أبي قال حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن الحصين فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سكتة خفيفة وبعدين يقول آمين، وأول ما يتكبر في سكتة خفيفة قبل القراءة، وهي إيه؟ دعاء الاستفتاح والاستعاذة، بيقول فيها دعاء الاستفتاح والاستعاذة. يبقى السكتة الأولى للاستفتاح والاستعاذة، والسكتة الثانية إما قبل آمين أو إما بين قراءة الفاتحة والسورة أو إما بعد الانتهاء من القراءة وقبل الهوي للركوع، كل ده يحتمل. وردت أحاديث بهذا وهذا وهذا. قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.
وعن أبي قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش وعلي بن الحسين بن إشكاب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة، قلنا لدعاء الاستفتاح وليه والاستعادة، وسكتة عند الركوع، يعني إذا أراد الركوع بعد الانتهاء من القراءة يسكت شوية عشان يرد نفسه ويقول الله أكبر ويهوي للركوع. فأنكر ذلك علي عمران بن الحصين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة. باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وده دليل الأحناف في عدم قراءة المأموم، لأن عندهم الإنصات واجب وأن القراءة تؤدي إلى عدم الإنصات. والشافعية قالوا أنصتوا أي في قراءة السورة غير الفاتحة. واضح. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ألف أقرأوا ألف أنصتوا. ففهموا الأحناف أن لا قراءة مطلقة، انصت فقط. فهم الشافعية فأنصتوا أي بعدما تقرأوا الفاتح، لورود حديث آخر أنه لا صلاة إلا بأم الكتاب. واضح. يبقى كل فقيه بيفهم على قدر إيه الأحاديث التي وردت إليه وكيفية إيه إعمالها على قواعد وأصول الفقه عنده. وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضال فقولوا آمين. وآمين بالسرا عند الأحناف للإمام وللمأموم، عند الأحناف سرا للإمام وللمأموم، يعني الإمام يقول آمين سرا والمأموم يقول آمين سرا في الصلاة الجهرية. مرة رحت باكستان وقدموني أصلي بالناس في كراتشي، لما عرفوا أن أنا عربي يعني اتفضل. فرحت ايه كانت صلاه جهريه اظن المغرب، فانا خلصت في ولا الضالين وانا قلت امين، لقيت انا لوحدي اللي بقوله والجمع كله سكت. احنا متعودين هنا في مصر نقول امين وكل الجمع يرتج امين، ففي الاخر فهمت ان هم احناف يعني. ففي الركعه الثانيه بقى عملت زيهم، رحت ولا الضالين وانا قلت امين بالراحه علشان ما نتعبهمش. لكن في مصر طبعا ايه يرتج المسجد كله، لان المصريين شافعية بالفطرة كده. فقولوا امين، وامين مد بدل امين. في شوية عيال طالعة اليومين دول يقولك امين، يخضك ما يعرفش جابها منين دي. امين ما بتسمعهمش؟ والله بسمعهم. عيال غبيه ما يعرفش جابوها منين. امين حلوه كده بمد بدل، واخد بالك؟ ما فيهاش مشكله لانهم جهله بالقراءات، ما يعرفش ان في حاجه اسمها مد بدل وان في حاجه اسمها همزه وصل وهمزه قطع، وما يعرفش كده، وفي حاجه اسمها همزه مد، جهل. وهؤلاء اللي هم ايه يعني تصوروا ان العلم درجة ساعات يعمل لك ايه دورة ثلاث ايام تبقى فقيه. فقيه ايه اللي في ثلاث ايام ده؟ مش عارف، حاجة غريبة يعني. تكوي، فقيه تكوي، ما ينفعش. بالراحة. فقولوا آمين. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه الفقرة الأخيرة نسخت بعد ذلك وصار القيام مع القدرة
ركن من أركان الصلاة، فلو صلى الإمام جالسا للعجز عن القيام صلى خلفه المأموم قائما للقدرة على القيام، لأن الفقرة الأخيرة دي نسخت بعد ذلك. وعن أبي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. يعني على طول تتشهد، مش تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات الطيبات لله، لا لا في استعاذة ولا بسملة، تتشهد على طول تقول التحيات لله والصلوات الطيبات. خدت بالك؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح، فقال هل قرأ منكم من أحد؟ قال رجل أنا، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. يبقى النبي نهى أن يقرأ مع الإمام، فهمها الشافعية في غير الفاتح، في غير الفاتح. وعن أبي قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. باب الجهر بآمين، وهذا دليل الشافعية في المسألة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وده دي لوحدها كفاية في فضيلة صلاة الجماعة، دي كفاية، بس هذه الخصلة بس لوحدها كفاية في صلاة الجماعة، انك انت تطلع من صلاة الجماعة مغفور لك ما تقدم من ذنبك اذا قلت امين خلف الامام ووافق تأمينك تأمين الملائكة. وفي رواية تانية من قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فوافق ذلك قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى انت بيغفر لك لما تقول امين، وبيغفر لك لما تقول سمع الله لمن حمده خلف الامام. فصلاة الجماعة صلاة فيها بركة كبيرة بالاضافة الى التضعيف كمان. وعن أبي قال حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر حا وحدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري وهاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس جميعا عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ، القارئ هنا يعني الإمام، إذا القارئ هنا اللي هو الإمام، إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، دل على أن الملائكة تصلي معنا. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترك الناس التأمين، يعني بقوا يسروا به في إيه؟ ده بعد وفاة النبي فترة طويلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن
هي اختفت. عارف ليه؟ لان سيدنا عثمان لما كبر في السن بقى يقول امين بصوت خفيض، فاصبح الناس ما بيسمعوهاش، فافتكروا ان السنه انها تبقى سرا، فانتشر بعد ذلك الاصرار بها. خدت بالك؟ يعني سيدنا عثمان كبر في السن، يعني لما قتلوه شهيدا كان عنده 84 سنة سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية عن حجية ابن عدي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين، لازم شدة الضاد ولازم شدة اللام، وإلا تبقى الفتحة غلط وتبقى الصلاة باطلة عند الشافعي. يعني لو واحد قال ولا الضالين صلاته باطلة، ناخد بالنا من الحتة دي. لو قال ولا الضالين صلاته باطلة، لازم يقول ولا الضالين، يشد الضاد ويشد اللام ويمد بينهم 6 حركات. ناخد بالنا من الحتة دي. في حوالي 13 شدة في الفتحة من أولها لآخرها، لازم كل شدة ياخد باله منها. إياك نعبد وإياك نستعين، لو قال إياك نعبد وإياك نستعين بطلت صلاة، لأن الإياك هو الضوء، الإياك بمعنى الضوء، فلو قال إياك نعبد يعني ضوءا نعبد، وإياك نستعين وضوءا نستعين. الله، ده بيعبد النور، ده مش معانا ده. لكن إياك لابد من الشد عشان المعنى يتضح، فناخد بالنا من هذه الشدات. والرحمن الرحيم، شدة ايه؟ الراء في الرحمن وشدة الراء في الرحيم. تقعد تعد الشدات كده تلاقيهم يجي 13 شدة في الفتحة. فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعناها منه. قال وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. لأن أمين دي حاجة كانت خاصة بأمة النبي، دي كده حاجة، كلمة أمين دي يعني اللهم استجب. والسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ثواب كبير طول ما انت ماشي تسلم على الناس وتاخد عشرات الحسنات يعني حاجة جميلة. وعن أبي قال حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين. هذا الحديث حديث ضعيف إلا أنه يجوز في فضائل الأعمال، علشان كده احنا عندنا في الوظيفة الزروقية نقول ايه؟ آمين 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 رب العالمين، آمين 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 رب العالمين في الوظيفة الزروقية بالإكثار من لفظ آمين هكذا. لكن في الصلاة بنقولها مرة واحدة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا ما بقي من رمضان، وتقبل منا ما بقي من رمضان وما سبق من رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من أهل ليلة القدر هذا العام وكل عام بتوفيقك وكرمك يا رب العالمين. واقبل منا ومن سائر المسلمين صيامنا وقيامنا وعبادتنا يا أرحم الراحمين. اللهم كما أعنتنا على ذلك فإننا ما عبدناك إلا بك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، فكما يسرت لنا وأعنتنا وقويتنا فتقبل ذلك منا بكرمك وفضلك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسمعنا خيرا وأطعنا خيرا، وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحب وترضى.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.